بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا إن الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العلي العظيم. بيان صادر من مجلس شيوخ عشائر بلد وجماهير الإطار الوطني في محافظة صلاح الدين. لقد عقد مجلس محافظة صلاح الدين يوم أمس المصادف 4/2/2024 جلسته الأولى، وكان من المؤمل أن تكون الجلسة بشكلها القانوني مع استحقاق تمثيل كافة الكتل الفائزة في المناصب القيادية في مجلس المحافظة وحكومة المحافظة، إلا أنه تبين أن الجلسة لم تكن شرعية ولا قانونية، وقد غيب بشكل متعمد كتلة الإطار الوطني والفائزة بالمركز الثاني في الانتخابات، وحصلت على 3 مقاعد إسوة بقائمة الجماهير الوطنية. وقد ظهر من خلال الجلسة استبعاد كتلة الإطار تماما وعدم حصولها على أي استحقاق أو منصب في سابقة خطيرة اعتمدها من صوت في مجلس المحافظة على منصب رئيس المجلس ومنصب المحافظ، والتي كانت مفاوضات عقد الجلسات تدار بصورة سرية باسم جماهير الإطار بالمحافظة. نطالب رئيس الجمهورية والراعي للقانون عدم المصادقة على هذه الجلسة، وكذلك نطالب تدخل مجلس النواب العراقي والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بضرورة إعادة النصاب إلى وضعه القانوني والشرعي. ولنا خطوات لاحقة هي المطالبة باستحداث محافظة جنوب صلاح الدين، وهذا انعكاس لسياسة التهميش والإقصاء التي أنتجتها جلسة محافظة صلاح الدين اليوم أمس. واليوم نتوجه إلى قياداتنا السياسية في الإطار الوطني والقيادات المجاهدة لدعم جماهير الإطار الوطني، وقد أعذر من أنذر. مجلس شيوخ عشائر بلد وجماهير الإطار الوطني في محافظة صلاح الدين في 5/2/2024، والسلام عليكم.